ايضا على بالي مدير رياض المرزا مش موجود. بسم الله. البداية نرحب بالأخوة. مدينة دارنا بالنسبة لدارنا شق مدينة دارنا في دارنا، لكن هن دورتين تلفزيونيتين تكون في شحات حتى هي. طبعا هم قالوا انها حتكون دورة مدفوعة الثمن حسب ما قالوا لنا في اللقاء. ومعاها برضه السيدات المحترمات اللي مشكورين. نظل نوسي على الكلمة ونتحول الطاقم نسمع إن شاء الله نسمع عليه الخير ونتمنى التوفيق لجميع المسلمين. في خطة موجودة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إيمان محمد عيسى مدير مكتب رياض الأطفال مراقبة التربية والتعليم مدينة درنة ومكلف عن اللجنة العليا المسابقة التربوية الإبداعية في المنطقة الشرقية من المرج غربا حتى مساعد شرقا. كان اليوم عندنا اجتماع داخل مراقبة التربية والتعليم مدينة درنة بناء على تعليمات من إدارة رياض الأطفال. الاجتماع كان بنودة على مكان المسابقة وموعدها مرحلة الثالثة والرابعة، بحيث أن نحن نتأهلوا إن شاء الله المرحلة الخامسة على مستوى وزارة التربية والتعليم في ليبيا الحبيبة.